خبر بيقول حصل سمير الاسكندراني على الجائزة الأولى من مهرجان الأغنية الدولي الذي أقامته بولندا. وقدم ثلاث أغنيات باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. هل تشعر أنك كنت محظوظ على المستوى الدولي أكثر من حظك على المستوى المحلي؟ لا بص بقى يعني الـ مثلا كان معايا أندريا رايدر الله يرحمه. طبعا أندريا رايدر الموزع عارفة مين هو أندريا رايدر. أندريا رايدر وزع كل أغاني عبد الوهاب الفخمة. أندريا رايدر خد في سنة من السنين الجائزة الأولى والثانية والثالثة للموسيقى التصويرية للأفلام. إدوا الجائزة الأولى وبعدين جم يشوفوا تاني مين ياخد أفضل عمل بتاعه برضه ومين ياخد في تالت لقوا برضه أفضل عمل وكان يوناني اسكندراني لذيذ وسافرت أنا وهو وغنوتين منهم افتكر كانوا بتوع عبد الوهاب. غنوه اسمها سيلفري نايل وموجود عندكم في الاذاعه النيل الفضي وربنا اكرم فيها فليفر كده وفيها اريج من هذا الوقت كنا بنشتغل اغاني موزعه يعني الاغاني الموزعه بتاعت النهارده اللي بتتعمل لا ده تنفيذ طبعا تنفيذ موسيقي لكن التوزيعات بقى دلوقتي بقى موجوده عمل لها وغنيها انا موجود والمقر قائم برغم ان يعني المقارنه ممكن تحصل. طيب الحقيقه نشوف لما ربنا اكرم في مدينه سوبوت على بحر البلطيق في شمال بولندا وكان في 48 دوله مشتركه رحت اغني لمصر وكان سعد عفره اللي كان مدير هيئه الاستعلامات كان سفيرنا هناك في هذا الوقت سفير مصر والاستاذ عبد المنعم عتيق سفيرنا الان في المجر كان سكرتير تاني السفاره تاريخ هذا الصديق الطيب الجميل المهم يعني لما الواحد يعني هنا يحصل تقصير من حد من المسؤولين الواحد بيتضايق طب ما احنا فنانين جامدين قوي كفن جامدين قوي يعني الحمد لله الواحد درس واتمرمط في ساحات الفن وخد بعده الحقيقي ولما عربي وانجليزي وطلياني وفرد ولما يحصل ان مثلا وبعد الحضور على المسرح مسألة يعني الناس تشهد بيها حضرتك لما الاقي ان الجماعة التلفزيون مثلا قصروا انا استحي ان اطلب لاني انا يعني انا مسؤول قدام نفسي وانتوا عارفين وبعدين عندي كرامة كإنسان وكفنان لا مجيش تاني ما دام انت مش عارف قدر انا مش هجيلك انا ازورك في بيتك لما ايه تقوم تقول لي ده مش بيته ده بيتك انت وبيت الشعب اقول لك ايوه انما الضعف بقى البشري اللي انا مش قادر اعالجه في نفسي ان انا ساعه ما ارفض بجيش وانا محدش هو حد بيقدر يقول لي لا 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 بس يعني يجيب عيال الله لكن المواقف العنيفه جدا اللي ما فيهاش غير اللي بتحدد نفسيها وصلت لإجابة سمير يعني يوم ما حصل في الكورة ها في المونديال بتاع الكورة كل دولة في روما طلب منها انها تجيب مجموعة فنانين عشان تعلن عن نفسها في التلفزيون الإيطالي والبرنامج مدته ساعة وربع يوزع على العالم اللي راح عمر الشريف وسمير الاسكندراني فالحمد لله في فيلم موجود مكتوب اننا نترجمه من الالف الى الياء بلغه عربيه تروقك للغايه الطلياني هنترجمه مغني انجليزي وطلياني وعربي مودرن على دورهم غنوه دقيقتين ونص فيها 50 عازف انجليزي على حسابي الحكايه دي لو اخذه اذا عملها حد هيزعها 800 مره انا ما زعتهاش عايزين تزوقها زوقها ماليش بقى يعني احنا كبرنا ما 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 نجي والنبي زعلي لا اذا حسستش بمسؤوليتك انا ما هو انت برضه صديقي واخويا وانا بستحي منك اذا لم تعرف قدري انا مش هتكلم